الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، صوت واضح؟ صوت واضح؟ اليوم بإذن الله تعالى سنأخذ موضوعا كبيرا من مواضيع التمويل، وهو موضوع التفرق. وهذا الموضوع يكاد يكون أكبر من مواضيع التمويل، لأن غالب التمويل في البنوك اللي أريد به تمويل الأفراد يكون عن هذه الطريقة، طريقة التورق. التورق مأخوذ من الورق، والورق هي الفضة، وكانت الدراهم في الزمان الأول من الفضة، فأرادوا بالتورق أن المرء يريد أن يحصل على الدراهم التي هي من الفضة، فيقوم بهذه العملية للحصول على الدراهم. إذ الذي يقوم بهذه العملية لا يريد السلعة، وإنما يريد النقود، فلذا سمي تورقا. إذا سمي تورق، ما هو التورق؟ التورق هو أن يشتري المرء سلعة مؤجلة ثمن مؤجل ويبيعها بثمن حال، وهو يريد النقود للسلعة ولكن يبيعها بثمن حال على طرف ثالث، لأنه لو باعها على الطرف الذي اشتراها منه وقعنا في العينة، صارت المسألة عينة. الفرق بين التورق والعينة أن العينة اشتري السلعة من رجل من شخص بثمن مؤجل ثم أبيعها عليه بثمن حال، نفس الذي باعها علي أبيعها عليه. أما التورق فإني شخص بثمن مؤجل ثم أبيعها في السوق أو على طرف ثالث بثمن حال، هنا تكون المسألة تورق لا عينة. صورة ذلك لو أن زيدا مثلا يريد أن يحصل على تمويل من البنك قيمته 200,000 ريال، هو يريد هذا التمويل 200,000 ريال، والبنك بطبيعة الحال لا يوجد لا بنك ولا غيره، سيقرضه قرضا حسنا، الكل سيقرضونه قرضا ربويا أو لا يقرضوه. هنا نأتي ونحتاج إلى عملية تورق التي ليست بقرض وإنما بيع وشراء. نذهب إلى المصرف مثلا، نقول أنا أريد تمويل ب200,000 ريال، يقول لك المصرف تريد تمويل بالسيارات ولا بالمعادن ولا بالأسهم، تريد تمويل بمال، قلت 200,000 ريال أريدها بالسيارات، قالوا خلاص ما عندنا مشكلة، عندنا سيارة قيمتها 100 أو 200,000 ريال حالة، سنبيعها عليك مؤجل قسيط. مثلا لنقول مثلا عندنا جيب اكس ار، لو بعناه حال فانه سيباع ب200,000 ريال، نحن سنبيعه عليك بالتقسيط، تقسطه علينا في 4 سنوات ب240,000 ريال، ندخذه وبيعه في السوق ب200,000 ريال او وكلنا ان نبيع عنك. قال خلاص اشتريت منكم 240,000 ريال، قسطت عليكم 4 سنوات ثم أخذت السيارة وذهبت بها إلى المعارض، قالوا يلا 200,000 ريال، وبيعتها أنت في المعارض ب200,000 ريال. هنا أنت أخذت 200,000 ريال حالة، حصلت عليها وستسدد 240,000 ريال مؤجلة. هذه صورة، وهذه الصورة فيها نوع صعوبة ولذا لا يحرص البنوك عليها كثيرا، اللي هو التورق بالسيارات. لكن لأنه ما تضمن تجد من يشتري هذه السيارة الآن أو لا، بخلاف التورق في الأسهم. التورق في الأسهم مضمون أكثر من التورق في السيارات، من ناحية أنك تضمن أن هناك من يشتري. لو اشتريت البنك تريد كم 240 أو تريد تمويل 200,000 ريال، عندي أسهم في شركة المراعي قيمتها 200,000 ريال ببيعها عليك، ثم أنت وكلنا نبيعها في سوق الأسهم
او سنبيعها لك 240 الف ريال مؤجله، وانت وكلنا ان نبيعها لك بسوق الاسهم ب 200 الف ريال. طبعا لن يبيعونها لك 200 ب 200 الف ريال، لان السوق يرتفع وينخفض، وانما يقدرونها لك تقديرا، يقولون اذا بعناها بعد شوي غالبا تجيب 200 الف ريال، تزيد قليلا اذا ارتفع السوق، تنقص قليلا اذا انخفض السوق. فهنا البنك يبيع عليك الاسهم اللي قيمتها حاله ب 200 الف ريال، يبيع عليك ب 240 ب 250 المؤجله مقسطه على 4 سنوات، ثم يودعها في محفظتك، خلاص تتملكها انت، مودعها في محفظتك، ثم يقول وكلنا، يعطونك ورقه توقع عليها توكيل بان البنك يبيع الاسهم في سوق الاسهم بثمن السوق. هم قايلين لك ب 200 الف ريال، ما يقدرون يبيعونها لك الان للسوق ثمن قيمتها في السوق، توكلهم فيبيعها البنك عنك ويستلم النقود عنك ويودعها في حسابك، وتخرج دفعت للبنك او اخذت من البنك 200 الف ريال، وهو في الحقيقه ما اخذته منهم، من اشترى الاسهم، ثم ستدفع لهم بعد ذلك 240 الف ريال. الصورة واضحة، الصورة واضحة. إذا تبين ذلك فما رأيكم، ما حكم التورق، ما حكم التورق بهذه الصورة؟ ما رأيكم، ما رأيكم؟ أنتوا إجابة اكتب. اللي عنده إجابة يكتبها. إزنورة عسيري، محرم مرام، من يقول جائز لماذا جائز، ومن يقول محرم لماذا يحرم. قامت كل حيلة على الربا. قل لأنه على منفعة من من التورق. طيب المسألة، المسألة خلافية بين أهل العلم، من أهل العلم من حرمها ومنهم من فممن أجاز التورق المذاهب الثلاثة، يعني جماهير أهل العلم على جواز التورق، الحنفية والشافعية والحنابلة يجيزون التورق ولا إشكال عندهم فيه، ويقولون ليس فيه حيلة على الربا، لأن النقود حقيقية والسلعة حقيقية، والسلعة تدار في السوق، في بيع حقيقي وشراء حقيقي وضمان للسلعة حقيقي، فلا إشكال في ذلك، لا يوجد عقد صوري. هذا قول جماهير أهل العلم، وهو الذي عليه الفتوى عند المتأخرين، اللجنة الدائمة وابن باز وابن عثيمين وكثير من أهل العلم، المجامع الفقهية، كلهم يرون جواز التورق في الأصل. القول الثاني هو التحريم، وهو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا بأن التورق محرم ولا يجوز، وذلك لأنه حيلة على الربا، وهو في الحقيقة المرء يدفع نقود وترجع له أكثر، مال بمال، وإنما السلعة جعلت للحيلة على الربا. وهذا الكلام ليس بوجيه، ذلك لأنه هناك فرق بين التورق وبين الربا. أبرز هذه الفروق أن الربا المال يولد مالا ولا وجود حقيقي للسلع، بخلاف التورق المال يولد سلعة
السلعة، السلع تدار في وتباع وتشترى، هذا أمر. الأمر الثاني أن العينة التي هي حيلة على الربا البيع فيها صوري، الشراء صوري، لا ضمان يدخل في حق شخص، وإنما السلعة تذهب وترجع إلى مالكها، بينما في التورق لا، البيع فيها حقيقي والضمان حقيقي وانتقال السلعة حقيقي، فلا إشكال في ذلك. حقيقة التورق يحل على كثير من الناس كثير من الإشكاليات، وهذا أمر مشاهد، إنه لا يوجد أحد الآن يقرض حسنا مبالغ كبيرة، ليس لك إلا أن تقوم بهذه العملية، عملية التورق التي فيها نفع على الشخص ليست بريبة، وهذا هو الراجح والله أعلم. طيب، ما أركان التورق؟ أركان التورق مثل أركان كل عقد، عندنا الصيغة وهي الإجابة والقبول، المستورق وهو العميل الذي يريد أن يأخذ السلعة ليبيعها، يشتريها ليبيعها، الممول وهو البنك، السلعة التي تباع، الدين الذي يثبت في ذمة المستورق، الدين الذي يثبت في ذمة المستورق، والدين والثمن الذي يأخذه المستورق ممن اشترى السلعة منه حالة. إذن عندنا في التورق أركان، حكمه ذكرناه قبل قليل. إذا قلنا بالجواز، فهل القول على إطلاقه جواز على إطلاقه؟ نقول لا، الجواز ليس على إطلاقه، لا بد من شروط. ما هي الشروط؟ على عجل الشروط، الشرط الأول ملكية البائع الأول للسلعة. البائع الأول في صورتنا هو البنك، لا بد البنك قبل أن يبيع عليك السلعة أن يكون مالكا لها، وقد تقدم هذا معنا كثيرا لحديث حكيم بن حزام، لا تبع ما ليس عندك. الثاني قبض البائع الأول للسلعة، البائع الأول إذا كان يريد أن يبيع عليك تورق مثلا بالأسهم، بالمعادن، بالمعادن، بالسيارات، وكان لا يملكها وأراد أن يملكها ويبيعها عليك، إذا تملكها لابد أن يقبضها، يملكها ويبيع عليك مباشرة وهي في المستودعات أو نحو ذلك. الشرط الثالث تملك المستورق للسلعة، العميل هنا لابد أن تدخل السلعة في ملكه حتى يبيعها، لا يجوز أن يشتريها من البنك ويبيعها قبل أن تدخل في ملكه، قبل أن تفرغ في ملكه، البنك حقيقة يبيعها على الطرف الثالث ثم يتعاقد هو مع هذا العميل بالأخذ والدفع، يكون قرضا ربويا. لابد من تملك المستورق والعميل أن يتملك السلعة تملكا حقيقيا لا صوريا. الشرط الرابع قبض المستورق اللي هو العميل للسلعة، فالبنك مثلا إذا أراد أن يبيعه أسهم لابد أن يدخل الأسهم في محفظته الاستثمارية، لا يجوز أن البنك يقول خلاص أنا ببيع لك الأسهم قبل أن أدخلها في محفظتك الاستثمارية، إذا فعل البنك ذلك فإنما حقيقة باع الأسهم البنك أسهمه لا أسهم العميل، لأن يعني الأسهم لا تكون للعميل حتى تنتقل وتدخل في محفظته الاستثمارية. مثل ذلك في السيارات، السيارات إذا اشتراها من المعرض البنك وأراد العميل أن يبيعها، أو إذا اشتراها العميل من البنك وأراد العميل أن يبيعها، فلا بد أن يخرجها من معارض البنك ومستودعات البنك، ولا بد أن يبيعها في السوق بيع حقيقية. الشرط الخامس حتى نتخلص من مسألة العينة، نقول ألا يبيع المستورق السلعة على الممول، ألا يبيع المستورق السلعة على الممول، إذا باع المستورق السلعة على الممول فقد وقعنا في بيع العينة، أشتري منك ثم أبيعها، أشتري منك ثم أبيعها عليك. طيب، في سؤال على ما تقدم؟ في سؤال؟ طيب،
جئت الآن إلى أنواع التورق. للتورق عدة أنواع، ذكر الشيخ في المحاضرات أربعة أنواع فقط، منها الجائز ومنها المحرم، وأعطيكم إياها باختصار. الجائز منها نوع واحد فقط، هو التورق العادي الذي ذكرناه قبل قليل، وهو الذي يكون فيه البيع حقيقيا والشراء حقيقيا، في قبض للسلعة وفيه إدارة للسلعة في السوق، وليس مالا يولد مالا. النوع الأول وهو النوع الجائز الوحيد هو التورق العادي، وهو الذي كان موجودا في القديم، كان موجود في الوقت السابق التورق العادي، وهذا لا إشكال فيه، هو جائز ولا محظور فيه لما ذكرناه قبل قليل، وقلنا لكم أنه في الحقيقة ليس بحيلة، إنما هو مخرج شرعي. وقد فصل الشيخ في المحاضرات الفرق بين الحيلة والمخرج الشرعي. النوع الثاني التورق المنظم، وهو غالب تورق البنوك الربوية. الآن إذا ذهبت إلى أي بنك ربوي، ذهبت إلى سامبا، ذهبت إلى ساب، إلى أي بنك من هذه البنوك، تجدونه يعطونك شعار كبير جدا، التورق مباح، عندنا تورق مباح، تعال وتورق معنا. فأذهب إليهم وترى فتوى في جواز التورق، ختم على هذه الفتوى، فلان وفلان وفلان أباحوا هذا التورق. والحقيقة تجد أن هؤلاء المشايخ فضلاء، لا تشك فيهم ولا في دين، لكن الفتوى لها وجهة والبنك يتعامل بوجهة أخرى، ذلك أن تلك البنوك ليس فيها رقابة شرعية، وإنما فيها هيئة شرعية تفتي، فيستفيدون من الفتوى فقط بتعليقها. أما الرقابة الشرعية بأن البنك يذهب ويقوم بمطابقة معاملاته على تلك الفتوى، لا توجد عندهم الرقابة الشرعية. وهذا الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية. البنوك الإسلامية عندها هيئة شرعية وعندها رقابة شرعية، الهيئة تصدر الفتوى، الرقابة تتابع كل عملية يجريها البنك وفقا لهذه الفتوى، فإن طابقت هذه الفتوى أجيزت العملية، ما طابقت هذه الفتوى ألغيت العملية، فيكون لفتاوى الهيئات الشرعية أثر. بينما البنوك الربوية فتوى الهيئة الشرعية فقط فائدتها هي التعليق على الجدران وعرضها في المواقع والمنتديات ومواقع التواصل، أن عندنا فتوى، تعال بس أنت تعامل معنا، تأتي إذا الفتوى في وادي والتعامل في وادي آخر. التورق المنظم هو تورق في الحقيقة السلعة فيه وهمية، قد تكون حقيقية لكنها لا تباع ولا تشترى، والبيع فيه صوري ليس بحقيقي. صورة ذلك أن يأتي زيد إلى البنك ويريد أن يتورق، يقول له عندنا البنك عندنا تورق جائز. ما هو التورق الجائز؟ يقول نحن نتورق بالمعادن. أين المعادن حقتكم؟ يقول معادننا في مستودعاتنا في أوروبا، عندنا بورصة نتعامل مع سوق معادن لندن، نبيع ونشتري بالأطنان في كل المعادن التي تريد. يأتي زيد ويقول أنا أريد أن تمويل بقيمة 500,000 ريال. يقولون ما عندنا مشكلة، نحن الآن نشتري منك، أو نحن الآن نبيع عليك معادن بالتقسيط قيمتها 590,000 ريال، تقسطها في 3 سنوات ثم اعطينا وكالة أن نبيعها الآن في سوق المعادن ب500,000 ريال. يوافق زيد ويعطونه 3 أوراق أو 4 أوراق وراء بعض. الورقة الأولى اشتراء زيد منهم المعادن ب590,000 ريال، وقعها زيد. الورقة الثانية زيد يوكلهم ببيع هذه المعادن، وقعها زيد. الورقة الثالثة زيد أنهم باعوا المعادن عن زيد، وقعها زيد. الورقة الرابعة زيد قبض منهم المبلغ وضعوا في حسابه 500,000، وقعها زيد، قالوا خلاص امشي خلاص بعناك المعادن، بعنا لك 500,000 ريال. طيب لو أن زيد قال لهم
لما وقع الورقة الأولى بأنه اشترى منهم المعادن، قال أعطوني المعادن، ما أبيكم تبيعونها، أبي أشوفها، أبي معادني أشوفها. هل يقبلون ذلك ولا الحقيقة ما في معادن وقع عليها العقد؟ تجد عندهم، لهم مستودعات في بريطانيا، عندهم من بعض المعادن، هذه المعادن كل عمليات التورق التي حصلت في السعودية، تلقى عندهم 20 طن، كل عمليات التورق التي حصلت في السعودية كانت على 20 طن، هذه مجرد مال بمال، البيع فيه صوري والتعامل به صوري، والوكالة فيه إلزامية، يعني زيد لا يستطيع أن يقول لهم لا أريد أن تبيعوها، أريد أن أقبضها، لا، مباشرة يفسخون البيع، يقولون لا مالك حق، يا نبيعها يا لا، احنا فاضيين نعطيك معادن، انت تبي فلوس نعطيك فلوس، خذ فلوس رجع لنا اكثر وانتهينا. في واقع الامر ان هذا حيلة على الربا، ان هذا فيه تلاعب على الربا، لا يجوز حينئذ مثل هذا العقد، لا يجوز حينئذ مثل هذا العقد، بل هو اشد من الربا. ولذا كل المجامع الفقهية تقريبا التورق المنظم الذي يكون فيه مجرد صورة نقود بنقود، وأحيانا يكون التورق أكثر تعقيدا من هذه الصورة، فيذهب البنك إلى المصنع الذي يذهب البنك أولا إلى الشركة التي تبيع المعادن، شركات التعدين، يقول البنك أريد أن أشتري منكم أو أن أتفق معكم أن أسوق لكم معادن بمليون ريال، يقولون أنهم موافقين، ويذهب البنك إلى مصنع يحتاج إلى هذه المعادن ويقول له سأوفر لك المعادن بمليون ومئة ألف ريال، يقول موافق. ثم يأتي العميل، العميل هذا هو الذي سيستفاد من في هذه العملية، فيقول له البنك أنا سأشتري من المصنع أو من الشركة التعدينية معادن بمليون، وأبيعها عليك بمليون وخمسمائة ألف، وأبيعها لك في السوق بمليون ومائة ألف، يوافق العميل، أو أبيعها لك في السوق بتسعمائة ألف، يوافق العميل مباشرة. فالمصنع بدل ما يشتري السلعة بمليون يشتريها بتسعمائة ألف، والبنك ربح من السلعة 500 ألف، وشركة التعدين نفقت سلعتها، سلعتها مشت، والعميل يتحمل على ظهره 500 ألف على أنها تقسيط. الكل انتفع هنا إلا العميل، العميل هو الذي تحمل الأقساط الكبيرة، شركة التعدين مشت سلعتها، المصنع اشترى بأقل مما لو اشترى مباشرة من شركة التعدين، لو اشترى من شركة التعدين اشترى بمليون، اشترى من البنك 900 ألف، البنك بدال ما يبلش معادن وكذلك مستودعات قام بهذه العملية المنظمة. في الحقيقة في النهاية لو العميل في أثناء المعاملة قال لا أريد أن أشتري، أو عذرا لا أريد أن أبيع، أريد أن أشتري المعادن وتبقى معي، هنا تحصل الإشكالية الكبيرة ويرفض البنك هذه العملية ولا يعطي العميل المعادن، فيتبين هنا أن البيع للعميل صوري ليس بيعا حقيقيا. واضح المسألة؟ واضح المسألة؟ طيب، إذا قلنا حكم التورق المنظم أنه محرم. النوع الثالث من أنواع التورق هو المرابحة العكسية. المرابحة العكسية هذه صورتها أن هي عكس صورة التورق. قلنا لكم التورق أن يأتي العميل إلى البنك فيشتري منه ثم يبيع في السوق بثمن حال أقل من الثمن المؤجل الذي اشترى السلعة من البنك به. التورق العكسي عكس ذلك، وهو أن يكون العميل هو مالك السلعة، العميل هو مالك السلعة ويريد في هذه الحالة أن، أو عذرا العميل هو مالك النقود
والبنك يريد النقود، البنك يريد النقود، البنك محتاج إلى نقود، والعميل غير محتاج للنقود الآن، يريد أن يتربح في هذه النقود. لنقل مثلا عند العميل مليون ريال، ما عنده شيء في هذا المليون، ما يحتاج إليها الآن. ما الذي يفعل؟ يذهب إلى البنك ويقول سأشتري منكم سلعة الآن بمليون ريال، أدفعها لكم، أعطوني السلعة وأدفعها لكم مليون ريال. البنك هنا حصل على مليون ريال، ثم بعد ذلك أبيع أو تبيعون أنتم السلعة في السوق مليون مئة وعشرين ألف ريال لي، أو عذرا العميل يقول هنا للبنك أنا سأشتري منكم السلعة بمليون ريال، أعطيكم المليون وأشتري منكم السلعة بمليون ريال، ثم أوكلكم بأن تبيعونها في السوق بمليون ومئتين ألف ريال مؤجلة، وتعطوني كل شهر قسط هذا التأجيل. فيوافق البنك على ذلك، البنك الآن يحصل على مليون، والعميل يحصل على قسط شهري في نهاية المبلغ يكون مليون ومئتين ألف ريال. يعني عكس صورة التورق تماما، صورة التورق البنك هو الذي يأخذ الزيادة والعميل هو الذي يقسط والعميل يأخذ الثمن الحال، هنا البنك هو الذي يأخذ الثمن الحال، العميل هو الذي يأخذ الثمن المؤجل، والعميل هو الذي يأخذ الثمن الأكثر. فهذه عكس هذه تماما. ما حكمها؟ حكمها هنا كحكم التورق المنظم، وهو أنه حيلة على الربا. في واقع الأمر السلعة التي دارت بينهما لا تباع حقيقة ولا تشترى حقيقة، وإنما العميل أقرض البنك مليون ريال وأرجع له البنك مليون ومئتين ألف ريال، فصارت هنا السلعة أو صار هنا مال بمال، والسلعة حقيقة لا ليست حقيقية. ولذا البنك ملزم أن يبيع السلعة للعميل. يعني لو أن العميل قال للبنك بعني سلعة مليون ثم بوكلك تبيعها بالسوق مليون ومئتين ألف، قال البنك موافق، فالبنك باع السلعة على العميل بمليون ريال، ثم قال العميل يلا باع بالسوق، قال البنك لا ما أبي أبيعها بالسوق، هل نقول يبلش بها العميل؟ نقول لا، البنك ملزم بذلك. وهذا الإلزام يجعل هذه العملية عملية صورية، هو نقود بنقود، البيع مجرد صوري. ولذا البنك يحطها عنده يقول بعتها بالسوق ويسدد له مليون ومئتين ألف ريال. إذن التورق العكسي ما حكمه؟ حكمه أنه محرم، حكمه أنه محرم. النوع الرابع من أنواع التورق، التورق المدار، التورق المدار. نريد بالتورق المدار هو ما يسمى بإطفاء العملية التمويلية. وصورة ذلك لتدوير التمويل، صورة ذلك طبعا تطفئها وتبدأ عملية تمويلية جديدة. صورة ذلك أن يكون العميل قد اقترض من البنك أو تمول من البنك سلعة قيمتها أو مبلغ تمويلي قيمته 200 ألف ريال، العميل يسدد في كل شهر 2000 ريال، يعني يحتاج الكم شهر، أو لنقول 1000 ريال، يحتاج الكم شهر لأجل أن يسدد كامل المبلغ. طبعا يحتاج لنقول مثلا إلى 5 سنوات ليسدد أو 4 سنوات ليسدد كامل المبلغ. هنا العميل تعب من هذه العملية وأراد، يعني 1000 ريال كثيرة عليه شهريا، فأراد أن يزيد فيسدد، بدل ما يسدد كل شهر 1000 ريال يبي يسدد كل شهر 800 ريال، ويزيد في المدة، بدل ما يسددها ب4 سنوات يسددها ب8 سنوات. فإذا فعل ذلك فالبنك لن يقبل أن يكون الثمن هو الثمن،
لن يرضى البنك بأن تكون 200,000 ريال في النهاية التي يسددها. إذا أراد أن يجعلها يمدها البنك إلى 8 سنوات لابد أن يزيد في الثمن، بدل ما تصير 200,000 ريال تصير 280,000 ريال. العميل ما عنده مشكلة، لكن هذا حرام. حتى لو العميل ما عنده مشكلة هذا حرام. الآن زاد في الأجل، وقعنا في الربا، والعميل يريد أن ييسر على نفسه، يقول أنا أبي أسددها في 8 سنوات، أريد أن أقلل على نفسي من التكلفة الشهرية التي أدفعها. يقول له البنك عندنا طريقة ليست طريقة ربوية. ما هي؟ تدوير التورق. كيف؟ قالوا حنا الآن نقرضك 280,000 ريال تسددها على مدة 8 سنوات، كل سنة 400 ريال. أنت خذ من 280,000 ريال 200,000 وسدد بها الدين السابق. الآن بنقرضك حنا، عذرا، بنقرضك 200,000 تسددها 280,000. بنقرضك كم؟ 200,000 تسددها بثمان سنوات 280,000. بعملية تورق إننا نبيع عليك أسهم ب200,000 مؤجلة 280,000، ثم نبيعها لك بالسوق ب200,000. فأنت تأخذ 200,000 وتغلق التمويل السابق فيه، يقولون، ثم تبدأ مع هذا التمويل تسدد كل شهر 800-700 ريال على ما هو مناسب لك، على ما نتفق عليه بإذن الله تعالى. بينت الصورة، صورة واضحة الآن، صورة واضحة وتحتاج إلى إعادة. طيب ممتاز، إذا كانت الصورة واضحة ما حكم هذه العملية التمويلية؟ نقول التمويل الثاني، التمويل الثاني اللي بنطفي فيها التمويل الأول، هنا لا يخلو إما أن يكون من ذات البنك أو من طرف ثالث. إذا كان من طرف ثالث، يعني أنا عندي تمويل بنك الراجحي ب200,000 ريال أسدد كل شهر 1000، وأنا بسدده ب4 سنوات وأتعبني جدا، فقلت للراجحي متعبني تمويلكم، أريد أن أمدده إلى 6 سنوات وأخفف من القسط. قالوا لا، ما فيه، قال كذا انك تسدد كل شهر 1000 بهذه الصورة. فذهبت الى شركة متخصصة بإعادة التمويل، مثلا شركة الراجحي او بنك الراجحي متعاقد مع الجاسرية، شركة متخصصة بإعادة التمويل، ما لهم علاقة بالراجحي، بس يقول ترى في شركة تعيد التمويل لك. جاءت الجاسرية تقول نعم وش عندك؟ يا انا متعبتني 200,000 ريال. قالوا خلاص نحن سنتورق معك تورق، ادفع لك 200,000 ريال عن طريق الأسهم، السيارات، المعادن، أي شيء، ندفع لك 200,000 ريال على أنك تسدده لنا 280,000 ريال، تأخذ 200,000 ريال تطفي فيها تمويل الراجحي. طبعا مباشرة أن تأخذ 200,000 ريال تطفي فيه تمويل الراجحي، وتغلق تمويل الراجحي وتبدأ تسدد للجاسرية. هنا أغلق التمويل لكن من طرف ثالث، هذا لا إشكال فيه، لأن العقد الثاني ليس بمرتبط بالعقد الأول، العقد الثاني ليس بمرتبط بالعقد الأول. الحالة الثانية أن يكون المصرف ذاته هو الذي يمول تمويلا مدارا، هو الذي يغلق التمويل ويفتح لك تمويل جديد، فلا يخلو إما أن يكون هذا برضا من العميل وبطلب من العميل، العميل هو الذي يريد أن يغلق التمويل الأول ويبدأ تمويل ثاني، فهذا لا إشكال فيه، لأن العميل قد اقترض قرضا ثاني ثم هو حر بأمواله، إن أراد أن يغلق التمويل الأول بهذه الأموال أو يستفيد منها ويصير عليه تمويلين، يصير عليه تقسيطين، أنت حر فيها. غالبا العميل لن يلجأ إلى هذه العملية إلا وهو يطفي التمويل الأول بالتمويل الثاني. الحالة الثانية أن يلزم البنك العميل بذلك بإعادة التمويل. أما لو تعثر العميل مثلا، العميل بعد 3 شهور، 4، بعد سنة، سنتين، لنقول مثلا بقى عليه 100,000 ريال تعثر عن السداد، قال له البنك سدد، قال ما أقدر، أنا شهريا دخلي ما أقدر أسدد لكم بالشهر 500 ريال، ما أقدر أعطيكم 1,000 ريال بالشهر. قال له البنك طيب، بناء على أنك ما تقدر إلا ب500,000 ريال سنعقد معك عملية تمويل أخرى نلزمك بها، اللي هي أنك تسدد في غضون عملية تمويلية جديدة، تمويل جديد
تسدد فيه بعشر سنوات كل شهر 500 ريال، تمولك وتأخذ النقود الحالة وتسدد فيها التمويل السابق، ثم تبدأ معنا بالتمويل الجديد كل شهر 500 ريال. هذا جائز أو ليس بجائز؟ هذا بجائز. هذا يدخل في قلب الدين على المعسر، كأن البنك أنظره وزاد عليه في النقود، كأن البنك أنظره وزاد عليه في النقود. طيب، هل استعجلت قليلا في هذا الدرس؟ في سؤال عليه ولا نبدأ بآخر عشر دقائق بأمر آخر؟ في سؤال؟ طيب، استعجلت قليلا في هذا الدرس لأعطيكم نماذج من الاختبار، لكن عن طريق التصويت وعن طريق الاستفتاء، لأنه لا يوجد عندنا في الـ لا يوجد عندنا في البلاك بورد نظام اختبارات هنا، ولكن بسهولة استطيع أن أعطيكم نماذج من الاختبار عن طريق الاستفتاء الذي سأجعله الآن، ولكن يحتاج إلى كتابة، يحتاج إلى كتابة. سأعطيكم أسئلة بناء على الدروس السابقة، سأعطيكم أسئلة من الدروس السابقة. طيب، سأكتب السؤال ثم سأنزله ثم تجيبون عليه. طبعا الجميع ستظهر له الإجابة. طيب، أجيب على السؤال، هل أحد يجيب المحادثات؟ أجيب مباشرة بالتصويت الذي أمامكم. نعم، انتظر الإجابة، عندي عشر. إلى الآن ما أجاب غير شخص واحد. إلى الآن ما أجاب غير شخص واحد. السؤال فوق، معنى الغرر. السؤال فوق، معنى الغرر. ما معنى الغرر؟ ما معنى الغرر؟ أجاب ستة، نعم أجاب ستة وبقي أربعة. بقي أربعة لم يجيبوا.
سبعة ثمانية بقي اثنين أحدهم أنا طبعا بقي خلاص الجميع أجاب كلكم وضعتم ما يخطئ به المشتري وخطأ على الجميع خطأ على الجميع صفر للجميع هذا الذي سيسقطكم في الاختبارات الغرر مجهول العاقبة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر الغرر مجهول العاقبة ما يخدع به المشتري الغبن مو هو بالغرر ما يخدع به المشتري الغبن الغرر هو مجهول العاقبة فكل الإجابات ذهبت إلى ما يخدع به المشتري هذه نموذج من الأسئلة وأنا أعرف أن الكثير إذا ما ذاكر جيدا سيقع في هذا الخطأ ستنزل الدرجات من درجات هابطة لذا أؤكد أنا جبت لكم سؤال سهل تراي يعني فتح شهية في أسئلة صعبة لذا خلاص ما أستطيع أن أتراجع الأسئلة أرسلت الآن عند التعليم عن بعد لذا أؤكد ترى الأسئلة فيها صعوبة أعطيكم سؤال آخر لكن لا أريد أن تطيلوا في الإجابة كما أطلتم هنا استعينوا بالله استعينوا بالله سؤال من قال بتحريم التورق فوق مكتوب السؤال من قال بتحريم التورق هذا السؤال سؤال من قال بتحريم التورق دقيقة هو ينتهي وقت الإجابة طيب يلا تقدرون تختارون الآن طيب انتهى وقت الإجابة الجواب الصحيح ابن تيمية الجواب الصحيح ابن تيمية بهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين